بالصفافة قرية حلوة كانت عايشة بسلام وأمان لحد ما أجاها المحتل سنة 48 في ليلة ما فيها ضوء قمر. الطبخة انطبخت وقرروا يقسموا البلد لقسمين، وهيك صحي الصفافي على شريط حدودي بقسم قريته من النص لمدة 19 سنة. انقسمت العيلة، انقسمت الزفة والجنازة وكل إشي لحد ما احتلوا القدس كلياتها عام النكسة في 67. في عام النكسة حمل أهل البلد بوجدتهم في عز القصف. كان يومها عمري شهرين. أمي حملت بوجدتها على راسها وطلبت من بنا أولاد عمها ربحي وربيحة يديروا بالهم على هالبنت الشهرين هذه، ومشوا. وخلال الطريق وأمي حاملة بوجدتها نادت على ربيحة تتفكت بنتها: هي ربيحة وين البنت؟ يي نسيتها في الدار. واضطروا يرجعوا يجيبوا ماجدة من نص الطريق. بعد ما رجعنا على البلد اليهود احتلوا كل القدس، كنت أنا شاهدة وحاضرة من طفولتي على كل التغييرات اللي بتصير على أرض الواقع. كنت أشوف مستوطناتهم كيف بتكبر وبتحوط بلدنا شوي شوي. الشارع اللي كان بمر في الشريط اللي قسم القرية أيام 48 سماه الاحتلال بعد 67 شارع توحيد القرية. توحدت القرية تحت الاحتلال، أي نعم، لكن للأسف بقي الانقسام في واقع الحياة الاجتماعية. يمكن انشال الشريط، لكن ما زال قابع في مستوطناتهم، في شوارعهم الاستيطانية، مصادرة الأراضي، تهجير الصفافي والمقدسي عن أرضه. بالمقابل بيزداد قدوم اليهود على القدس، المستوطنات بتكبر وبتحوط قريتنا من كل الجهات مثل الأخطبوط، وقسمت شوارعهم الاستيطانية قريتنا لأحياء صغيرة سوتها مثل صينية البقلاوة، لكن للأسف بقلاوة مرّة.